صار وقت المش مسموح، والمش مسموح بحلقتنا اليوم بيندرج بفقرة المش مسموح أبدا، لأنه عم بدق بأغلى شيء عنا وعم بدق بالأطفال. بتعرفوا دايما بس يكون في عنا شوائب منضوي عليها، منحاول أوقات تكون بشكل طريف، وبأوقات منجرب نكون جديين شوي أكتر لنحسسكم بخطورة الأحداث اللي عم بتصير. دايما منحاول ما نعمم ونحكي عن الأشخاص اللي هن عم بيقوموا بها الأخطاء اللي ببعض الأوقات فيها تكون قاتلة وخطيرة جدا. مثلا بس تحطوا طفلكم على حضنكم وتسوقوا فيه، حكينا عنها بالماضي وبعدها عم تتكرر للأسف وكتير خاصة بلبنان. الطفل هو أغلى شيء عندكم إياه، باللي عم تعملوه معه عم تخلوه يصير أرخص شيء عندكم إياه. بكل بساطة إذا دعستوا فرامل وما حطين حزام الأمان بيصير هو بيسادة بينكم وبين المقود. أخطر من هيك إذا أنتم حاطين حزام الأمان وصار في حادث، بتعرفوا على فرونت امباكت أو على اصطدام أمامي فوق 50 كم بالساعة إذا مش أقل، بيفتحوا الويسادات أو الإيرباك بينطحن الولد كمان من ميلة ورا. كيف ما برمتوها إذا عملتوا حادث بسرعة عالية وما فيها سيارتكم إيرباك، في ابنكم يطير من الإزاز لأنه الأجسام بداخل السيارة بتروح بنفس سرعة السيارة. فإذا أنتوا دعستوا فرامل طارئة ومش لقطينه مزبوط وملتهيين بالمقود بيقدر يطير ويطلع من الإزاز، وبتعرفوا النتائج تبعها بعدها عم تصير، وهالصور بتأكد هالشي. عجبك هالفيديو؟ عمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.